السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وعليكم السلام. حبيبي اتفضل، انت على الهوا. بقول لك يا مستر، انا ضربت في تانية اعدادي. مالها؟ هو صح النظام الأسئلة كل مادة سؤالين؟ في تانية اعدادي؟ اه ان شاء الله. طب ضربت العربي تتطلب نحو وتعبير ما لا، وقصة هتبقى وحاجات كده. الأسئلة مختلفة عن كده، هيبقى الأسئلة مختلفة بقى، احتمال بقى يشيل الكلام ده كله. لا اطلع عين امي في المنهج وفي الاخر يطلع لي سؤالين. بتقول ايه؟ يطلع عين امي في ام المادة وفي الاخر يطلع لي سؤالين. انت اسمك ايه؟ احمد. انت في سنة كام يا احمد؟ تاني اعدادي. طب انت هيطلع عن امك ليه يا احمد؟ مفيش حاجة هتطلع عن امك ولا حاجة، انت مش ذاكرت؟ ذاكرت بس يعني في الاخر صدمت بسؤالين. طب انت يا احمد، انت لسه صاحي من النوم ولا ايه؟ لا بس يعني المفروض يعني خليها حتى نص صفحة الامتحان. نص صفحة يا أحمد. طب أيوة. طب أنا هتنجح يا أحمد، ما تخافش، والله هتنجح يا حبيبي. طب أنا عايز أنجح. أيوة بس أنا أنت شاطر يا أحمد، بتجيب ترتيب ولا إيه الأخبار؟ لا أنا بطلع الأول كل سنة، من النوع اللي حبيبي مبحبش حد يطلع ورايا ولا بعدين، أنا أحب أطلع الأول، فالناس اللي ممكن يعني تنجح أنت تطلع ما بعد. بتحبش حد يطلع وراك ولا يطلع قدامك؟ يعني أنت الأول، مش عايز حد يطلع التاني مثلا؟ أيوة ممكن يغشوا في سؤالين، ده سؤالين بس حد. هتعدي يا احمد، هتبقى عال، ما تشيلش هم. ماشي، قدر الله ما شاء فعل. حبيبي يا بيبي، انت منين يا احمد بتقول؟ كنت كلم اخويا عشان عايز يكلمك. طيب يا حبيبي، انت هتدخل تنام شكلك كده. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا غالي اتفضل. ايوه مرحبا. طب سنه كام؟ تاني ثانوي. اتفضل. مستر ضربت الجدول لسه ما نزلش. سنه كام؟ تاني ثانوي؟ تاني ثانوي. يا باشا ادخل النت مالي الجدول، الجدول مليان اهو على صفحتي وعلى كل حاجه. يلا يلا، خير خير، توكل على الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.